We're going live right now. And we are live. Hello. I'm so extra. عسلامة ناس كل مرة أخرى بشتقلقوا مني اليوم. مرحبا بكم مرة أخرى في وجهني لديسيون تاع 2021. جيت نعاود للناس اللي مازالوا جدد لهنا. راو سيري وجهني هذه عملناها باش نحاولوا نعاونوا ماكسيموم جميع الطلاب في معلومه مش موجوده ياسر في تونس على الفاك ليكسبيريونس تاع العباد سيستم تاع الفاك هذيك والقرايه فيها وكل شيء وشنو هي الفرص اللي يجيو منها من بعد. واليوم وتوا معنا صديقتي ايمان كما تشوفوا في التصويره قرات بريبا وقرات انجينيري في لنيم هك لسان كارتاج لي بي ولني كارتاج لني كارتاج وتوا تخدم سوفتوير انجينير لهنا في كندا ونعرفكم باش تصلوا كيفاش طلعت كندا ونحاول نعمل لكم ملخص اما هذاك الكل باش يصير في فيديو اخرى باش تحكي بالديتاي على الاكسبيريونس نتاعها. سو نبداو نخليك تعرف على روحك شنو هي قريت شنية تعمل توا وشنية معناتها قريت أزن في الباك فهمت الكورسوس ملخص وحتى كان ذكرت سكوري ذولي مش مهم خلال سكوري تبدل كل عام so باك شنو هو فاستي ذاكو بقى the floor is yours كيفاش؟ the floor is yours thank you so عملت باك تكنيك قريت في بنزرت قريت في ليسي بيلوت تاع بنزرت باك تكنيك جبت 16.5 ا بو بري نفكرش سكور ساسيرمون بعديك عملت بريبا المنار عملت سبيسياليتي بي تي اللي هي فيزيك تكنيك دونك فما فيزيك تكنيك فما فيزيك شيمي فما مات فيزيك فما سا ديبون زيد باللي بريبا معناها وبعديك الكونكور يتعدى على اللي بريبا الكل هكا واللي معدي الناس كل الكونكور ناسيونال في العام الثاني ومن بعديك عملت اني كارتاج اللي هي ايكول دانجينيور تاع كارتاج فما شكون زيد يسميها او اس تي اي كان اسمها هكاك قبل ما تولي اني كارتاج عملت فيها انفورماتيك بعديك بعد ما تقرا العام الاول والثاني تنجم تعمل سبيسياليتي سبيسياليتي متاعي عملت جيني لوجيسيال دونك سوفتوير انجينيرينغ تخرجت ان 2018 ومن بعديك جيت لكندا خدمت برشا خدم دونك من الاول خدمت لهم لي زوبورتينيتي ما تخافش ما تحب تعطي حاجه ملخصه جوست بريفمون بعديك نجم نحكيو باللي ديتاي دونك خدمت من الاول سيبور هذيك كيفاش وصلت لهنا كيفاش جيت وبعديك خدمت كواليتي انشورنس وبعد خدمت ترينر وتوا نخدم بزنس اناليست دونك بريسك بعدت على دومين لافورماتيك نخدم توا بلوس بزنس سايد ذا بزنس سايد اوف اي تي بروجيكت سو دونك سي انتر لي دو بزنس و اي تي نايس باهي بدنا عندكم اكسبيريونس على عجله لهنا يا جماعه توا ركزت لي الفيديو بتاعك في الديسكريبشن مكتوبه بتاع اماما اي ويل تشينج ذات باهي نشوفوا دونك سؤال ولا يعني بعد ما كمان باش نبداو على نحكيو على لي زونيفرسيتي معناتها الجامعه البروغرام نتاعها نومبر نتاع العوام والفازت لي كريدي ما كريديت سيستم كان بالكريدي بالموين الفازت هذوك الكل ونوتات والحاجات هذوك بلوتو سيستم اكثر منها قرايه بالذات تحب كيفاش تحب نعمل تحب نمشي و سؤال ونحكيو على لي دو فاك ولا نحكيو على كل مره فاك كامل على الاسئله الكل ظهرني نحكيه على فاك بالفاك بالفاك خلي نكلاسيهم منظمين كلهم منظمين برا وبعد نبدأ مع البريبا نسألوا ستة أسئلة وبعد نعملوا مريك لا نحكي ستة أسئلة بيه بدينا بالسيستم تاع البريبا متاعكم بيه سيستم بريباراتوار دونك سي دوز أني بريبا لوبجيكتيف من البريبا انك تعدي لو كونكور ناسيونال متاعها اللي هو c'est un concours qui dépend بال filière تاعك donc PT عادي concours نسكول MP كيف كيف PC كيف كيف
العام الأول متاع البريبا ما هوش كونكور، جست تقرأ عادي معناها، جست تعدي معناها الإزامان متاعك في كل سمستر، وفي الأخر الموين لازم تجيب فوق العشرة تو سامبلومون. ما فماش فيها الكونترول، ما فيش معناتها غتخاباج، سيسيون دو غتخاباج، لازمك تجيب فوق العشرة. التيب متاع كيفاش تجيب فوق العشرة في البريبا كانك تدرس بازي بازي ما هوش فما سؤال متاعك فاش تقرأ بداك بس الموضوع بازي باهي باهي. البريبا هذا يا سيدك من سيدك العام الأول متاعها كيفاش تحب تسلكها، تحضر تمد وجهك فهمتني ولا هكا توريهم وجهك، خاطر تاخذ دي نوت متاع بريزونس وأورال والخرم هذاك، وزيدة تحاول الماكسيموم انك تربح لي نوت في الانفو في الشيمي في الانجلي فرونسي، على خاطر علاش نقول لكم تربحوا هكا، على خاطر الجبر والاناليز وكل حاجات ذوكم، حضروا نواحكم نفسيا، نشوفوا الصفر والصفر 25 واللص مقبول هذا كله راه هذا كله سيعمل له. وانا كي شفتهم معناها جاني شك كصغرونا نتاع وير ام اي وات از ذس، فهمت اللي عملتك نص خطر انا قراية يعني كنت في البيلوت نقر على روحي وكي نجيب 14 نفكي بو مش بالحق راه اما اللغة هذيك كمان اما اللغة هذيك كمان دونك كي انت تلقى صفر ونص وكل تتضم كيفاش تجيب العشرة في اخر حلقة، هو انك تركز على الحاجات هذوك اللي تنجم تدبر منهم لنوت كيما لافو ساهل معناها بوم سا ديبو بالناس بيان سور سي غولاتيف وكل مي كان تقرا ساهل مدى اللي يقعد ساهل بتقرا تلقى لا الجبر فيزيك وكل شيء الحقيقة كيسحين معناها بريبا فهمت. دونك هكاك العام الاول تسلكها تجيب العشرة متاعك تتعدل العام الثاني، العام الثاني كونكور دونك ما يهمش قداش تجيب موين في وسط العام، المهم انك انت تجيب ران اللي خليك تكون من العباد اللي باش يتعداو للليزيكول دانجينيور، معناها تولي حكايه ران ما عادش حكايه موين. انا ظهر لي جبت اربعه في الاخر ولا سته موين في الدوزيام اني ونجحت كمان على خاطر الرام تاعي خير من عباد اخرين فهم. سؤال مهم خاطر بارابور لو ما عملت حاجه، عديت كل شيء في الاخر في الدوزيام اني نتاعي وميما ما عديتش مشيت عملت الكونكور؟ لا لا عديت سانسيغمون عديت. خديت ديبلوم؟ ايه والله ظهر لي ما نتفكرش ما نتفكرش خديت. وميما قالت ما خديتش الديبلوم بتاعها وقالت فما عباد ياخذوا الديبلوم وما تعرفش يعملوا به. دونك حبيت جوستومون خاطر ما عملت فيه شيء نتفكر خديته ولا اوكي خديت اتيستاسيون تقول لي انا نجحت الدوزيام اني انا عديت جوست بور لا ريزون انه كي تعدي ليكزامان او مو عندك عباره تكزيرسي معناها تبراتيكي شنو يجمو يجيوك لي كيستيون معناها بالنسبه لي قاعده نحضر للكونكور فهمت وسامدون جونغ دو بريسيون اللي تخليني لازمني نحضر لهيك ليكزامان هذاك ومني انا نقدم في لي كور نتاعي معناها جو بونس كو سي امبورطون واحد يعديهم كان معناتها كيكا يتنظم له شوية أفكار وهكيكا تجم تكلاسي السمستر الأول تتعدل ثاني وكذا وقتها ظهالي بالتريمستر مش السمستر جو مغابل مين بلو تفي كمان سبع سنين يعني صراحة نذكر شنية قالت وميما تولي قالت باغ ما عارش عليه نذكر بقديل ليكول دانجينيور كيفاش فسرتها وما نذكرش بقديل البريفا ليكول دانجينيور سما تريمستر جو سوي سور تريمستر ثلاثة شنو هي فصل Q1 Q2 هذوكم هما هاني قاعدة نغزر تريمستر ثلاثة سيبو هاني قاعدة نشوف قاعدة نغزر النوتاتي العزيزة الغالية نجم نسمي لكم كنت تحبوا يعني عندي 2-75 سنة بريبا هذي اي في البريبا تريمستر بي 2-75 ومويني ثلاثة في المات صفر في الفيزيك مويني 5.5 ولا عادي معناها يفو اتخ بريباري انه باش يصيروا الحاجات هذوما فليكسيبل فليكسيبل وفي الاخر جست انت لازم تكون كونسنتري اوكي انا لازم نجيب رام باهي دونك نخدم لو ماكسيموم طير لي نوت لو ماكسيموم اللي نجم نخدم فيه وسايغه معناها ميم سي لي نوت كاتاستروفيك من الاول مي سي با سا لوبجيكتيف في الاخر مش النوت هذيك المهمه
أهم حاجة الكونكور بيان سور. أهم حاجة الكونكور فوالا. هو نتصور كي تقرأ على روحك في الوسط العام يعاملك على الكونكور بعد ما بين بريمير ودوزيام. أي واحد كتاب بيكون يحاول يكون عنده لي ريزومي نتاعو، بون سا ديبون كل إنسان كيفاش يخدم. أنا جو سوي دي جونغ إني نعمل دي ريزومي أو فور أي مزور باش من بعديك نلقاهم طول نغزر لهم. وأهم حاجة كيما وقت الباك اللي هي البراتيك، يعني تخدم سيريات 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 سيريات، الأكثر سيريات تخدم الأكثر نوت تجيب، خاطر في الآخر اوكي يجي يقول لكم القمرة معناها، ميم سي البريبا يجيبوا من القمرة شوية لا محالة، أما أو موا تكون عندك فكرة معناها. لوجيك بي دونك انت ديجا تعديت للسؤال الثاني، خاطر ما نحكيو على شنو هي التيبس نتاعك باش تنجح، اما او ميم طون نجمش تحكي شويه على في الفاك نتاعك انت معناتها في الدي بي نتاع المنار بريبا المنار الكلاسيك كيفاش السيستم نتاعهم البروفيت اسكو معروفين اسكو باهيين اسكو البورسنتاج نتاع باهيين اكثر من الخايبين، جوست باش ينجموا العباد يعملوا كومباريزون ما بين لي بريبا. اوكي الحقيقة المنار كنت عندي معاها اون بون اكسبيريونس مشرها ديجا مشرها معناها هكا، وفيها اسباس باهي فما بلاصتها مش خايبة في المنار. شنو اخر لي كلاس معناها لي بروف بلوتو لي بروف يسون بيهم عليهم بارتو فما البروفيت الباهيين والخايبين. انا عندي اون بون اكسبيريونس مع دي بروف اللي تو نتفكرهم، ونعرف اللي فما دي بروف معناتها من كثر اللي هما باهين ناس كل تتصب عندهم، معناها تلقى درا قداش من واحد حاطط الكراسي واللي واقف واللي وكل نبداو نستناو جوست باش نسمعوا البروف منهم. مدام كريمه نتاع الاناليز في المنار تو كان قريتو عندها تشوفوا كيفاش الناس كل تحبها، وفما بيان سور فما الخايبين، اما فما دي بروف اللي يجيوهم حتى من الفاك دو سيونس اللي يقراو بريباغاديكا يجيو باش يقراو في المنار، معناها من كثر فما بروفيت بهين سانسيرمون. والحاجه الاخرى الباهيه بريبا منار بلاصتها جو ديغي انكور، معناها ما دبرمش بون فما برشا الناس يدبرموا سيغمون، مي او موا تنجم تخرج تتنفس تنجم تمشي القهوه ماشي كلي منعزله عن العالم في بلاصه تزيد تغمك، خاطر يفو سي بريباري انو سافا با اتر لو بونور وانت تقرا في البريبا باش تكون فما غمه، يعني سي امبورطون انو تكون في بلاصه مرتاحه انو يكون عندك اوتور دو توا عباد باهين، معناها تحاول تكومبونسي هيك الشارج مونتال اللي تجيبها لك القرايه، خاطر سي اون شارج مونتال سورتو اللي العبد مستانس بالباك ولا بالليسي وكل شيء سي تري ديفيرون سافا اتر بلوس انتنس معناها. دونك سي امبورطون تكون في بلاصه مشرها مع عباد باهين كل شيء، وانا جي تروفي سا او موا في الاكسبيريونس نتاعي. والكامبوس تاع المنار الكل معناها محلول على بعض، دونك تشوف عباد ديفيرون فما ماكش منعزل فيها جو فيها جو معين. و باهي نتعداو للكيستيون الرابعة على البريبا اللي هي ثلاثة حاجات باهيين ثلاثة حاجات خايبين على البريبا. ديجا فما حاجة باهية قلتها اللي هي بلاصتها، دونك بريبا المنار يا جماعة كيما قالت بالرسمي الكوربوس معناتها فكرة قداش كبيرة، مشيت له دخل خاطرو بالرسمي اسمه على هذا بالحق كوربوس على حقيقته، معناتها كي يقول لك كوربوس تاع المنار راهو كوربوس في برشا فكات، خاطر ساعات تقول كوبوس وبعد تقول كوبوس وات تمشي تشوف البلاصه ماهيش حاجه وات كوبوس. اما نتاع المنار بالحق كبير برشا وفي برشا جو. شنيا دو زوتر تروك حاجات باهين و ثلاثه حاجات خايبين؟ حاجات باهين اخرين جديري كيف كيف كما قلت فما دي بروف بالحق باهين معناها فيهم فيها دي بروف باهيين فيها الخايب بيان سور، فماش فاك ما فيهش بروفيت خايب، هذوك عباد مش فرحانين في حياتهم الله غالب. الحاجه الثالثه جديري اوكي لو فيت انها في الكامبوس دونك فما بحذاها بوكو دو ريسورس، يعني تلقى وين تطبع وكل شيء تلقى كتب سيريات معناها، وفما بريبا اخرى بجنبها دونك يا بوكو دو ريسورس فيها ما تحيلش باش تخدم باش تخدم اما انت دي سيري باش تلقى دي ريسورس للكونكور يونا بلان 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 تلقى اللي حاجتك بيه ما تضيع جمله. بون بيتيتر فما في كل فاك الحاجه هذيا، مي انا او موا ساعدتني معناها حسيتها
حسيتها أتو في البلاصة هذيك. حاجات الخايبة اللي هي ظهر لي في كل فاك في كل بريبا سي لا شارج مونتال لو ستريس سي با ايفيدون معناها il faut être persistant و il faut croire اللي فما غيرك شكون عملها دونك انت زاد you'll be able to دونك لو ستريس ولا شارج مونتال. دونك الحاجه الخايبه في المنار وقت اللي انا قريت دونك 2014 13 14 15 اللي هو يافي با بوكو داكتيفيتي اكسترا كاريكولوم يعني ما فماش دي كلوب برشا وقتها ما دخلت حتى كلوب انا سانسيرمون وقتها في فماش كون اكتيفلي خاطر سي تري امبورطون دافوار اون في اون في اسوسياتيف في الفاك وتعاونك برشا معناها هي فاست البريبا بالرسمي صعيبة على فاست انكم عندكم وقتكم مع بياسر ديجا لاحظتها اللي جاوني جماعة البريبا كل لا في اسوسياتيف بريسك ميتة معناتها في البريبا او بعد تشوفوا يا جماعة في الانجينيرينج تتبدل تتحاول تتحاول تعمل فري امينة دونك وسعوا بالكم في العامين الاولانيين مازالش شنو اخر دونك هذيك الحاجة الثانية الخايبة. الحاجة الثالثة الخايبة شنية الحقيقة ما عنديش توا في مخي صغيرة ما ملقيتش بريبال منار باهي أنا بيو أنا توا عندي شوية أسئلة على الكمبيوتر هذيك بيو عندي فكرة عليه صغيرة نعرف اللي اسكو امور ترانسبور وسكنه معناتها على الفوايي وفاز هذيك انت بون نعرفك من تونس اما العباد اللي تعرفهم يجيو من بعيد وياخذوا انا المترو بصراحه تخوف هبطت المنار هبطها مره ترابت هو تطلع في المترو طول تتمركة معناها ما عندكش برشا شو على يا هكا مركاج يصير لك ديما تتمركة جاك بيت لحقنا على الاجواء هذيك انا اون فيت انا من بنزرت مانيش من تونس معناها عائلتي في بنزرت ونهبط شبيني في مخي ساكنه في تونس انت لا في بالي انت جا دوريجين من بنزرت من ناش في مخي انت ساكنه في تونس عائلتي في بنزرت معناها دونك في تونس الحقيقه كنت في الفويي بريفي بحدا الفاك نهبط على ساقية تك 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 تلقى روحي في الفاك دونك ما حسيتش البريسيون تاع المترو اما نعرف اللي فما فويي هذا البريفي فما فويي اتاتيك تاع ابن خلدون الاكثريه البنات يسكنوا فيه معناها فما دي فويي اوتور سورتو اللي قلت لك كامبوس معناها كنت ستيفاك دونك يونا بلان حتى لو كان مش فويي اتاتيك اللي هو جينيرالمون يكون ابن خلدون هكا وين يمشي وفما لي فويي بريفي يونا بلان ما لقيتش صعوبه برشا في السكنه حتى وين سكنت ذا اسمه فويي بسمه كانت صعيبه معانا والله شيحت لنا الرقم تاعنا بسمه افهم وحدك بسمه كبيره هكا البسمه حسيت اما يعني سكنت غاديك العامين هذوكم سيتي اكسيلون الحقيقه الفويي كان ياسر باهي واما فما معناتها ما كانتش صعيبه حكايه السكن اللي نعرفها من كل ما تعذبوش في الموضوع فهمتهم اي بي دونك اللي جاي من بعيد شوفوا في حاجه في اللي فيه على بكري حاجه على هذيك معروفه عاد خلي روحك لاخر دقيقه اي بلاصه يا جماعه وحلى كلبه في الكري ولا في اللي فيه سورتو اللي فيه بشوف في ساعه في ساعه بي هذوما لي 3 بوزيتيف 3 نيجاتيف تو نحكيو على الحاجة اللي يحبوها ياسر تو باش نحكيو على opportunities من بعد ما تعمل بريبا بولوجيك باش تمشي الانجينيرينغ اما بون فما الاوبسيون زادا كان واحد ما نجحش في الكونكور شنيا نجم يعمل بون انت ما تعرفش شنيا يعملوا به الدبلوم خاطر احنا توا حايرين فيها الحكاية حكينا فيها شوية انا وميمة فما شكون جاوبنا قالوا ابارامون كي تاخذ الدبلوم هذاك هو اللي يخليك ترجع من بعد ليسونس كامل ليسونس من بعد ولا تنبيه ماستر عسل ولا ما نعرف ده تنبيه دوبل تنبيه دوبل ماستر هذاك تعملك كي تمشي لليونيفرسيتي كي تمشي للانجينيرينغ سكول تنجم تعملك اللي دوبل تقرا انجينيرينغ وتعمل ديجري اخر مع نسيت شو اسمها تفرجوا في يا جماعه راني ننسى المعلومات تفرجوا في اللايف مع أمي ما راهي قالت برشا فازت مهمه استاذ صارت عديك وخدمت وكل ما عندها علاش تتفكر بالمعلومات الكوبيل علاش لازمني
دونك لي زوبورتينيتي بعد ما تاخذ البريبا شنو اللي عندك لي زوبسيون تنجم تعملهم باش نركزوا كان على البريبا بعد نحكيو على الانجينيوري اوكي وحتى كارير كنت تعرف كان واحد عمل بريبا تاعو شنو نجم يعمل الحقيقه اللي نعرفه ساعه انت سا ديبون بالرون تاعك قد جبت رون انت والرون تدل كانك جبت رون تحفون راك عندك اكثر شانس باش تدخل لي فاك اللي انت تحب عليهم بيان سور فما عندك شوا الوغ لا بعد بعد البريبا تنجم تعمل انفورماتيك ميكاترونيك جيني اندوس ايرونوتيك سا ديبون انت باش مغروم شنو تحب تعمل معناها هذيك اهم حاجه لازم تعرف شنو تحب شنو هي اكثر خاطر لي بريبا شنو لوبجيكتيف منها يقريك شويه 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 من كل شيء ومن بعد انت تشوف انا هي اكثر حاجه تنتريسيك تحب تكمل فيهم تقرا فيهم دونك سا ديبون سا ديبون بالرون تاعك قد جبت رون ومن بعد انت شنو حاجتك وقتها تبع لي زيكول هذوما اللي هما فرقين باغتو في تونس عندك إني مو إني و إني تو إني كارتاج وما بيها فما زادا بالبريبا تجم كيما عديت الكونكور متاع البريبا مانا ولا البريبا ناسيونال سامحوني تجم تعدي الكونكور متاع فرنسا زادا فما اللي كونكور أما c'est un autre concours c'est pas le même اللي هو معناها من غادي تتعدى طول ليكول ايكول في فرنسا طول اللي هو سي سي با ايفيدون سي با معناتها ماهوش كل شيء اللي نفسه اللي نقراوه في البريبا نتاعنا لازم تقرا انكور اكثر وتشوف لي كونكور نتاعهم هما واللي هو سا با ايتر سي با ايفيدون معناها اما اللي حاجته اللي هذاك لوبجيكتيف نتاعو يحب يخدم يخدم معناها ريان اي امبوسيبل شنو اخر الحقيقه ما نعرفش بلاش بالبريبا اكاهو شنو تنجم تعمل ظهر لي بخلاف انه لازم يكون عندك ديبلوم خاطر سون ديبلوم البريبا الوغ لا ما عندك بريسك حتى بروف اني قريت بريبا اصلا مو جو سي با جو سي با شنو تنجم تعمل بيه بلاش اي انا جوست باش اللي نذكرو انا هذاك عليه هي قالت وماما قالت خاطر فما برشا عباد ياخذوا الريسك انهم ما تمشيش تعدي من بعد كي ما تمشيش تعدي في دوزيام اني بعد ما تختفلكش في الكونكور بالرسمي بليلة على الاخر الفازة دونك عادي الدوزيام تاعك خذك الدبلومة ذاك خاطر كان ما خطفتش في الكونكور نجم بعد تمشي تكمل الليسانس تاعك هي فازة بس نعرفها نذكرها ترجع ليسانس ترجع تكمل ليسانس تولي عندك باك بلس 5 اما ماهيش واحد ماكش انجينيور معناتها ماكش من ليكول دانجينيور فهمت اما هاكا زدت قريت في حاجه في ليسونس تنجم تعمل اي تي في ليسونس ولا اللي هو اللي يحب اكثر انفورماسيون تنجمو ترجعوا لللايف مع اميمه تتقاوى في السيريم تاع وجهني به امور زاد الكارير نتصور لازم تكمل تقرا بلوتو تكمل لازم لازم مازال ثنيه طويله بريبا اما صعيب تعدى صعيب تعدى صعيب تعدى وانا بالنسبه لي انا تعدت البريبا جو كحلى جو تتعدى اللي بعد اللي بعد هو اللي بشكوت توا باش نتعداو اللي بعد واللي هو البشكوت نتاع لونيفرسيتي في كي تمشي ليكول دانجينيور نعودوا من الاول احكي لنا على ليكول دانجينيور نتاع ليني نتاع كارتاج كيف كيف السيستيم نتاعها قداش من عام تقرا تعرف اون جينيرال تعرف شي كلكو سبيسياليتي سي كوا لو سيستيم تاع لي كور تاع لي كريدي او فاز هذيك او لي سيمستر حاجه لو سيستيم اون جينيرال اوكي به ليني كارتاج يا سيدك بن سيدك تكون مخصور فهمتني ولا هكا لهنا تمشي ترتاح تعمل النويمة ترقد شوية تقولي دي بقراية دي شفاش يحكي يا جماعة أما دي ما تطيح كنترول أنا نرقد ونطيح كنترول كيفاش ثلاثة سنين ألوغ ثلاثة سنين فما في اللي كارتاش فما بليزيوغ سبيسياليتي أنا وقت اللي قريت فما انفورماتيك ميكاترونيك وأندوس ظهر لي توا زادوا واحدة أخرى اسمها انفوترونيك حاجة كيما هكا اللي هي باش تكون بلوس امباركي ومعناها ابليكي لل مانتا انفورماتيك ابليكي بلوتو كو انفورماتيك جيني لوجيسيال جينيرالمون باه شنو السيستيم الوغ نقراو بالسيمستر بالتريمستر وما عليا تريمستر ثلاثه اوكي باه تريمستر الوغ نقراو نعديو ديزيكزامان ومن بعد
كان تطيح بالموديول، عندك موديول كان تجيب فيه أقل من 8 تطيح كنترول، تطيح كنترول في آخر العام تعاودوا. اوكي تعاودوا لازم تجيب فوق نعش فوق 10 ولا 8 حاجة هكاك حسي الواحدة فيهم باش تنجم تتعدى العام كل. كانت قعدت مطيح لك خدي ما تعديش العام، وتنجم تدوبل في ليكول دانجينيور. تنجم الدوبل بيان سور، تنجم الدوبل كان ما عندكش الموين العشرة ما جبتهاش، وإلا كان ما هزيتش لك خدي متاعك. جست باش نمشي نثبت من فازة، شفت كومنتير هبطتها البارح وميمة جات في الآخر قالت معلومة، قالت كوريكسيون يا جماعة في ليكول دانجينيور زادة كان دوبل أكثر من عام ينجموا يخرجوه، صح؟ ما جربتهاش. مادام جات صلحتها، صلحتها أميمة، معناتها جاتها معلومة من عند شكون، كيما قست البريبا بالضبط، ما تنجموش دوبلو مرتي مرة اي بريبا اي عندك كارتوشة اي دون نفس الشيء في ليكول دانجينيور. اوكي اوكي بون سينو تولي دكتوراه هكا معناها واحد يعاود فيهم يعاود فيهم ولا فد تهو. اما يصير وحتى كان عبد عاود سك، يا اما هو ماهيش نتاعو الحاجه هذيك ممكن ماذا بيه يبدل، والا صارت له الانسان ما تعرفش شنو يصير له في وسط العام، يعني دنيا تهز وتجيب باش يولي ديب توك تو ديبرشن شويه تجيب لبس لبس به. دونك هذه فاست المعاوده والكونترول وفاست لي موديول. موديول شنو معناتها؟ قداش فيه من كور ولا سا ديبون بالموديول، فما دي موديول فيهم ثلاثة كرات، فما موديول فيهم زوز، المهم الموين نتاعهم تكون طالعة مع بعضها معناتها مع بعضهم، اللي هو سي ينجم يكون يا 8 يا 10 الحقيقة جو سوي بلو سيغ. أما هكاك تهز بالموديول ولازم تجيب الموين فوق العشرة بيان سور، الكل في كل معنى لوجيك على الاخر معناتها. بعد يطيح كنترول زاد ديما ديما القدام. انا تحت انت كنترول يعني عندي الريزو، انا ذي الريزو عمرني ما فهمته وعمرني ماني باش نفهمه في حياتي. اوكي يعني تو كملت وتعديت، فماش ما نعديش زعما الريزو مره برك، لازم نعديه مره ثانيه، وكل ما نقرا الريزو كل ما نطيح كنترول. صار هو يتعاود برشا مرات يا قريناه في القميه ودوزيام وتخوازيام، وانا ديما ماركيت لي تخوازيام ما قريناهش الحمد لله. كل مره تعاودوا عرفتك انت عقده. به تو نتعداو على بلوتو ليرنينغ اكسبيرينس، معناتها جونغ لي بروفيسور في اللي عندكم في الكارتاج. التوب تيبس كيفاش تفرح غادي كفلاني كيفاش ما تريحش كنترول، كيفاش تعطيهم افكار الاغلاط بتاعك تعطيهم افكار اغلاطك انت شنو؟ انا نرقد. ما ترقدوش يا جماعه. والله نرقد الله غالب. شوف باش نكونوا واضحين مع بعضنا، احنا توا انسان يغزر، انا ما كنتش نحب لافورماتيك ومانيش باش نحبه، يعني حكيتنا حب من طرف، هو يحبني هو قال لي ايجا قراني، انا ما نحبوش. دوك عمري ما كنت انتريسي بفيش قاعده نقرا، تو سكو جو فولي اني نكمل وكها، وحبيت نكمل باش من بعد نعمل الحاجه اللي نحبها، اللي هي ما نعرفش اسكي حاجه صحيحه ولا، اللي نعرف انه لافورماتيك خليني نكون لهنا وخليني توا نعمل في حاجه نحبها معناتها لون تيرم. اما في وقتها سيتي با مون بروميير شوا، عملته على خاطر نحب نخرج من تونس الله غالب. احنا هكاك يعني شوفوا معناتها ليه سي تان بون بوين، معناتها فما برشا حاجات، فما عبد يتعدى اللي يحب عليها على الاخر ويكمل فيه ويوصل بيه الحاجه، وهو سبحان الله حتى ما عملتش الحاجه اللي تحب عليها في الاخر دار في القرايه، معناتها تعذبت ومش حاجه تبغرهم بها، ما في الاخر بكل في اخر المطاف وصلت اللي تحب عليه. دونك فما لي بوسيبيليتي ديما موجودين، خاطر انا ديما نحب نقول لهم راهو بعد الباك ماهوش اخر الدنيا، والفاك ماهيش اخر الدنيا، زاد فما برشا حاجات تصير من بعد ودي شانجمون يصيروا في الحياه. دونك ما تستريسيوش برشا من لورينتاسيون، ان شاء الله تاخذوا اللي تحبوا عليه، سينون فما برشا دوتر شوا يصيروا من بعد. دونك جبت بوان تحفون على الاخر رغم اللي ما تحبهاش ولا هيك هيك مش قاعده نجيب فينا دي نوت خايبه وقاعده نطيح كونترول في الاخر، نكبس روحي بيان سور خاطر ما نحبش نخسر وقت، دونك نكبس روحي باش ننجح، مي سي با باغ امور ولا باغ باسيون جو في سا جوست
pour avancer, فهمت؟ انا توا كان معناتها كان نعاود في لو شوا بتيتر كو جفري لا ميم شوز جوست خاطر سا ما بيرمي اني توا نعمل اللي نحبه فهمت. دونك التيبس هو التيبس هو لا بيرسيفيرونس بيان سور واحد لازم يشد صحيح خاطر في الاخر تنجم تسلكها ماهمش باش يجيبوا من الكاميرا في الاخر باش يجيو حاجات وهم عطاهم لك انت باش ترجع لهم يعني الكونترول يتسلك في الاخر لي زيكزام يسلكوا في الاخر ما يفو با يفو جوست فوكس معناها سي كونسنتري سور لوبجيكتيف وكا هاو شنو اخر فما سكي انتريسون الحقيقه وقتها سي دا الخدمه على لي بروجي فما بلوزيغ بروجي واللي هي البروجي it makes you get good marks يعني تعاونك في لي نوت و او ميم طون تعاونك بروفيسيونيلمون تحاول تفهم اكثر معناها تولي تي براتيك معناتها ما عادش جوست تيوري وكل شيء سا سي انتريسون. شنو اخر تيبس الفي اسوسياتيف اكبر تيب في العالم هذيا ما تجمش ما توخرش معناها كان باش تكلكش من قرايتك تكلكش توليش في عوض تعمل معناها تي تو كونسنتر في النهار 8 سوايع تي تو كونسنتر ولي 12 وترقد اللي باقي لا في اسوسياتيف سي تري امبورطون على خاطر كان انت تي فا تو فورجي ان طونك بيرسون سي با لا تيوري كي فا تو فورجي سي لو براتيك واللي هو انك تخرج وتشوف عباد وتعمل دي كونتاكت وتحكي وتمس معناها دي معناها مش بس تحكي وتسمع وكهو مي انت تبراتيك وتغلط خاطر في الفي اسوسياتيف تنجم تخرم وتبلبز وما فما حد باش يقص لك السالير وما فما حد باش يطردك وعادي معناها تتعلم فهمت كل سي جوست لابرونتيساج بور ابرونتيساج. انا من العام الاول ظهر لي دخلت لأربعة ولا خمسة أساسياسيونات وإذيك هو شوف ندخل نمشي نقرأ الحقيقة ما كنتش سعيدة في قرايتي معناها نمشي نقرأ اللي لازمني نقرأ أما اون فوا كملت لي كور أساسياسيونات من هنا من هنا من هنا من هنا وقت حياتي تبدأ وسا سي فريمون وقت هيك كيفاش كبرت ان طونك بيرسون خاطر أول ما دخلت للفاك حتى البريبا ما با فورجي خاطر ما عملش في أساسياتيف كي دخلت لليكول دانجينيور كنت كي نحكي مع برشا عباد نرعش كنت نخاف كنت نتخبى كنت مي لي لا في اسوسياتيف تخليك تقف فوقك ستيج وتحكي اون بوبليك وتمشي لهيكا وتكونتاكتي هيكا وتكونتاكتي هيكا دونك هيك توب 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 تيب طول حتى لو كان ما حاس روحك ماليزي وماهوش لافيرونمون تاعك ودرا شنو بوش يور سيلف اتس اوت اوف يور كومفورت زون ذاتس وير يو جرو ومش كان يو جرول هاو باش ندخلوا حتى في الاوبورتونيتي شويه خير يا جماعه عندها علاقه كبيره باللي زوبورتونيتي اللي باش يجيوكم بعد ما تكمل سو سي تري امبورطون لي كلوب اي حاجه عملوا مهم اعمل حاجه خارج القرايه خاطر القرايه ماهيش كل شيء بي وجست باش تو سامرايز التيبس هذا امور القرايه هذا اللي عطاتها لكم ايميل ما ترقدوش أزين ما تخليوش لي كل شيء لاخر لحظة ذيك فهمتك شو تقصد خاطر كي تقولي ترقد معناتها عارفه كي تقعد 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 بعد تذاكر بريد الزيكزامان تقول شيت ما قريتش دونك حاولوا هكا او في اولي مزيور كي تحبوا تقراوا بسهوله ما غير ستريس اقراوا شويه في وسط العام واحضروا فاست هذيك والفي اسوسياتيف هذيك باش تخليكم متفرهدين وانتم قاعدين تقراوا فرد وقت وميم طون متفرهد وينفع فيك فرد وقت معناتها حاجه تعرفون غلط به نتعديو الـ 3 pros and 3 cons نتاع ليني نتاع كارتاج بالذات. باه ليني كارتاج لي pros نتاعها جديري الحقيقة فما بروفيت بهين على الاخر لي بروف سون بلوتو جون معناها انا لونكادرون تاعي هيثم غزواني لي بروف نتاعي جينيرالمون ايز ايتي جون دونك قراب عرفتك اللي نحكي معناتها سهل التعامل معاهم وكل شيء انفورماتيك انفورماتيك الحقيقه ما نعرفش لي زوتر سي ديفيرون احنا كنا خاطر ريت ليني كارتاج فيها دو لوكو ماهمش بعاد على بعضهم اما جماعه الانفورماتيك منعزلين شويه على الاخرين دونك يذوكم دي مراهم لي بروف اي سون جون وقراب وكل شيء لي بروجي زيد انفورماتيك سون انتريسون معناها عندنا بلوزيغ بروجي فما الفي اسوسياتيف ما كنتش امبليكي فيها 100% خاطر جافي البرا زيد معناتها مع دوت اسوسياسيون اما كنت في دو كلوب اناكتوس وجي سي خدمت معاهم دونك يا اوسي لا في اسوسياتيف
دونك هذوما الحاجات الباهين. الحاجات الخايبين بلاصتها خايبه، ما عرفت قلت لكم بلاصتها اللي باي من ضغطها مزوز، كانت بلاصه اني كارتاج كاتاستروفيك. وين احنا جيت ما عم... توا كارتاج ودرجة؟ الاسم العالي هذيك. احكي لي يا. بلاصتها في الشرقيه، في الشرقيه دونك في قلب السيركولاسيون، في قلب السخانه، معناها عندك بجنبك عندك سكره بس با مال، وبعديك فما برج الوزير وكل بلايص هذوكم. انا الحقيقه سكنت في برج الوزير ماهيش بعيده، وسكنت في سكره مش بعيده، دونك سافا امور ترونسبور. اما المشكله في اللي هي في حد ذاتها بلاصتها سخطو في الصيف تسخن ياسر، وبحثيها معمل سخانة شرقية. شاميه معروفه بمعمل شيم، تقول اني كارتاج معمل شاميه تمشي مع بعضها، عندك تبدا تتبنن فيك الريحه. ام فيري ساركاستيك هير اوكي. تبنن في ريحه الشاميه، ما عادش تاكل شاميه حياتك الكل. اما شنو ساعات واحد انا الحقيقه انفورماتيك تونس معناها الله غالب هذيك سيتي ما كريتير ما نخلطش انيت. دونك عملت لاني كارتاج، اما جو ريغريت با تو بي اونست، يعني الحقيقه اي كانت ريغريت ستاف بيكوز ات ويل اولويز ليد وير يور سبوست تو بي يو نو. اما سا سي با ايديال، يعني اللوكاليزاسيون تاعها ماهيش ايديال، سا سي لو بوان نيجاتيف. لو بوان اخر نيجاتيف ما نعرفش اسكو تحسن توا ولا، اما وقت اللي انا قريت ما فماش برشا سيريموني نتاع غوميز دي ديبلوم وكل، ما همش هيك اللي مقدرين ياسر يو نو التلميذ تخرج منها. والتخرج نتاعو، ماهيش هكا معناها كي تجيب عائلتك ماكش باش تبدا تفخور تدخل نشوف محل الفاك نتاعي، فهمت؟ هذيك نيجاتيف. حش روحك فيرمون. الله غالب. مي بعديك بيان سور سافا ديبوندر بالرون تاعك انت اش عملت كل شيء، مي سي با ان شوا كو جو ريغريتري، بالعكس انا قلت لك البروفيت كانوا باهين بالكدا لي بروجي. ما لقيتش بوان نيجاتيف هكا، علاش رجعت لي بوان بوزيتيف راه يزيها خاطر حسيت ضربتها بالكدا عطيتها على راسها بالباهي. سافا بيسير بالباهي والخايب مهم، بيسير تحبهم يعرفوا ياخذوا الافكار مش يمشيوا غاديك يتصدموا من البلاصه او كتعرفوا توا البلاصه ممكن مش تعجبكم. ايه حاجه مهمه بارشا توا باش نحكيو عليها هي الزوبورتينيتي، من بعد ما تكمل شو تتسمى هيك تاخذ جيني جيني ان ديبلوم ان جيني دانجينيور انجينيور ان جيني لوجيسيال. اوكي دونك فوا هذه الديبلوم شنو الحاجات اللي تنجم تعمل؟ فما برشا حاجات سي سور، دونك انت هكا تنجمش تفرصتهم تقول لهم شنو تنجم تعمل بعد ما تخرج. اوكي بارفي. انت ان طونك ان انجينيور en informatique ou à la généalogie. C'est à sa manière. La troisième année, tu fais un choix en tant que génie logiciel. Sa manière, génie. L'informatique. Et l'informatique. Y a, on avait le choix entre réseau. Et la bête, il y a le bien. Donc, dès que mérite, ma joude. Femme génie logiciel, il y a Malta ou femme à l'embarquer. L'embarqué, donc, est un système. عندك فيه في وسطه un système embarqué informatique. Donc, et tu t'apprends, معناها يكون lié une machine ou elle كيما اي حاجه فيها. Voilà. انا عملت جيني لوجيسيال اللي هي plus vague. اللي هي تحكي اكثر على je dirais des applications software more than embedded systems. جيني لوجيسيال بها هي انت عندك ان بروجي انفورماتيك اللي هو فيه بلوزيغ فاز. الفاز الاولى اللي تبدا هي ليدياسيون كونسيبسيون، من بعديك الديفلوبمون التيست، ومن بعد المانتونس. ان طونك انجينيور تنجم تخدم في هذوكم في لي زيتاب الكل، تنجم تكون تيستور، تنجم تكون ديفلوبر، تنجم تكون كونسيبتور، تنجم تكون تنجم حتى تكون بروجكت مانجر كنت تكمل زي تقرا يعني مور مانجمنت. تنجم تكون الاكثريه هما جينيرالمون يمشيو لي انفورماتيسيان يمشيو ديفلوبر، مي تنجم حتى تكون في السكيورتي. اتس ريلي معناها انت ديبيندز اون يو بعديك وين تحب وين عملت ستاج نتاعك. سا سي تري امبورطون خاطر الستاج نتاعك هو اللي باش يعطيك اكثر، او هذيك برسك اول اكسبيريونس تنجم تحطها في السي في نتاعك اللي هي ستاج نتاع البي اف والا ستاج نتاع الصيف. نسيت ما حكيناش هذايا، اما كل في الصيف تعمل دي ستاج اموا هذا في كل عام
العام الاول سي كوم تي فو تنجم ما تعديش ستاج، انا عملت ستاج كمان، اما العام ننصحكم الثاني تعملوا سي ستاج ما اوبليغاتوار. فيش. ننصحكم والعام تعملوا الستاج قد ما تنجموا ايه بصراحة. خاطر هذاك هو السي في نتاعك باش تحط فيه، دونك سا ديبا انت باللي ستاج نتاعك زاد تي فا فورجي طون بروفيل هكا ولا. دونك فما حتى شكون يعمل دي ستاج اون سيكوريتي، سا ديبون انت شنو هو اللي كي تبدا تقرا في لي ماتيير اللي هما سافاري من معناتها ديفلوبمون للسيكوريتي للريزو كل، انت باش تحس هذه تو بلوس انتريسي بهذه وقتها تحاول تلوج فيها، فهم؟ انا ستاج نتاعي نتاع البي في عمل ديفلوبمون، مي خدمت ابليكاسيون تاع كاليتي او ميم طون، معناها وين نديفلوبي نخدم في الكاليتي وفي also like project management and how what are the key factors that we need to look into في البروجكت وكل شيء. دونك كي كملت الستاج نتاعي قالوا لي اقعد as a tester as a quality insurance. ما قعدتش خاطرني مشيت سرحت، معناها مشيت لكندا. مي بور دير كو تنجم تكون كواليتي تيستر، تنجم تكون ديفلوبر، تنجم تكون سيستم ادمن، تنجم تكون سيكيورتي جاي ولا جيرل، والا تنجم تزيد تقرا وتعمل بي اتش دي في ارتفيشال انتليجنس بعد ما تكمل انجينيرينج تعمل ديريكتومون تعمل دكتوراه. نو مالوغوزمون با سا ديبون هنا في كندا لا ما تنجم تعمل ماستر ان تونيزي. في تونس I don't know actually. نعرفش. ما نعرفش اسكو you need a master's ولا خاطر it's 5 years هكا. أو فات مش فريك قديش نذكر معلومات من عند اللايف مع أميمة تبارك الله عليا. نحكيت لنا على les opportunités مع فرنسا وكل شيء تعمل. احنا تونس تبع السيستم الفرنسي كل ام 1 وال ام 2 وكل اللغه هذيك الكل. في تونس تنجم تتعدى ام 2 ومن بعد ما تكمل. Alors que في كندا لازم تعمل ماتريس كامله خاطر في كندا الماستر كله مع بعض ولا فما ام 1 ولا ام 2 فهمتش على المقسومه اصلا طول فهمتها. اما في كندا سي توت اون ماتريس دونك باش تعمل سي فري في بارونتيزي ماستر تكملوا جاو باش يهزوا فيها باش يجيو يهزوني كابتوني بوليسي لا لا عاد لي بومبي دونك لطف ما يهزوكش يظهر لي مش مطلع. دونك تعمل ماتريس وبعد تعمل بي اتش دي. سو زيدو ثابتو اسمه اللايف فسرت فيه برشا حاجات. باهي لي زوبورتينيتي تو حكيت انت على الخدمه وكل شيء، نحكيو شويه على الاوبورتينيتي تاع كي تعمل دي اسوسياسيون وكل شيء. الفرصه هذه اللي جاتك انت باش تنجم تخرج لكندا سيتي كوا باش هكا العباد يحكوا عليها فكره شنو ينجموا يعملوا. باه اوكي دونك انا حسب كيما قلت قبيلي خدمت مع ايساك، خدمت مع اناكتوس جي سي اي روتاراكت شنو اخر نسيت. ان توكا الحاجه الباهيه في لي اسوسياسيون هو انك تخليك عندك كونتاكت مع الناس، تحكي مع برشا عباد، تخرج في دي زيفينمون، تخرج معناتها تعمل كونتاكت اكثر الحقيقه. اكثر اسوسياسيون انا خليت فيا معناتها مارك ات ماركت مي وعملت لي امباكت حتى توا وين انا اللي هي ايساك. على خاطر شنو ايساك جوست خنفسر شويه قبل ما نبدا نحكي شنو صار معايا. دونك ايساك هي سي اون اسوسياسيون اللي تعمل ايشانج، يجيو عباد من برا يخدموا في تونس، يخدموا يا إما خدمة فولونتير بلاش فلوس وإلا خدمة بروفيسيونيل ويخلصوا، ويخرجوا عباد من تونس يمشي ويخدموا البرة يا إما فولونتير شهر ونص وإلا يخدموا خدمة ويخلصوا 6 أشهر الفوق. أنا هيك شنو صار، معناها خدمت مع ايساك ان طونك من الأول مامبر ومن بعد فيس بريزيدنت متاع انكامينج اكسشينج، ومن بعديك لقيت اوبورتونيتي وخرجت مشيت لكندا نخدم بروفيسيونيلمون ان طونك سوبور بديت وقتها. دونك شنو الباهي في لي اسوسياسيون؟ اولا لي اوبورتونيتي قدامك، يعني تشوف شنو فما منك ليهم، شنو فما لبرا، شنو اللي مطلوب جديري بزنس انفورماتيك لاكثريه ماركتينغ ديزاين، حاجات اللي هما ديجيتال خاطر هذوكم
ما انت جم تعملهم ما تستحقش اون فورماسيون خاصه بالبلاد هذيك سيت انترناشونال ما عندها نوليدج وشنو او ميم طون لو فيت ان نجيب عباد من برا خلتني انا عندي دي انتراكسيون افيك دي انترناسيونو اللي هي الحاجه هذيك تخليني نكون خير في الانجلي خاطر جو بو براتيكي نحكي معاهم بالانجلي نعملو لهم دي انترفيو كي يجي ونحكيو معاهم بالانجلي او ميم طون نحاولوا نلقاو لهم مواطن شغل في تونس واش معناها معناها نمشيو للي زونتربريز ونقولوا لهم عندنا دي انترناسيونو يحبوا يخدموا باقل سوم شقاولك تخدموهم دونك انا نخلق في موطن شغل في تونس معناها كي نيكزيستي با و جو في دي كونتاكت افيك دي زونتربريز سا سي فريمون دو بور كونتاكت سوفت سكيلز على عجله au même temps you're working with people conferences preparing sessions action plans you learn how to plan you learn how to take decisions خاطر it's actually taking decisions and it's democratic يعني انت you vote for who you want to be your vice president president so c'est vraiment a mini how life goes but it's in a mini level where you can yeah in a social وين تجم تغلط safely وين تجم تغلط وتتعلم برشا experience تاع خدمه بالحق راهي خدمه فوالا it's a full time job actually هي برسمي شد برشا وقت عندي صحابي برسمي شدوا برشا دونك انت basically طلعت مع ليسك وخدمت هذيك وبعد الشركه هذه حبتك تقعد exactly وعملت معناتها شوفوا فازيت يا جماعة معناتها ملي كانت إيشانس نجم تختار لك تقعد معناتها كان حبوك الشركة هذيك الكل فوالا باهي أوف واو حكينا على الباركور نتاع 4-5 سنين نتاعك حاسب باهي عن بورش أسئلة بون هذايا ملخص بالرسمي في 45 مينوت شنيا عملت إيمان نتعديو توا باش نغزر لأسئلتكم الكل ونحاولوا نجاوبوا عليهم بشوي بشوي خوك يظهر لي جاك واحد بوب أيمنة يظهر لي I don't know I'm not sure مش مكتوبة أيمن ممكن اسم حاجة أخرى على اليوتيوب يا وي أيمن 6 أما خير التبيس ولا البريبا يا أخي يحطوني ديما يقوني أنا التبيس ويجيب عبني البريبا تحبوني نعمل فايت أوف نجيب جماعة ما هكا نعمل كما فايت أي سنوات شكل خير سادي باش يتحب تقرأ يا جماعة البزنس مطلوب كما قالت ببرا أما زيدا كي تعمل انجينيرينج وتتعلم البزنس وتعمل lot of experience in project management وكل كما هي عملت في اللي بروجي تولي تتعلم تو بو فير بزنس هاي انجينير تخدم في البزنس يا بزنس انالست واصلا اونستلي نوليدج سبيكينغ معناتها امور شنو تعلمت تولي يبدا عندك اكثر تبدا عارف برشا حاجات اكثر برشا من عبد قاري بزنس كهو على خاطر الانجينير يتعدى على برشا حاجات دونك الحق سا ديبون انا تي بي اس نحبها تشيل compared to prépa donc tu fais tamel 4 سنين فصافا فما قرايه وكل شيء ما سي بلو ما تمشي كل الريتم تاع البريبا اي باش نجيبو لكم متابيس ما تخافوش حكينا على لي بي ام كوتي فورماسيون فوايي البلاصه هاك حكينا عليها على بعض كان حسيتنا اي كان حسيتنا ناقصين شويه فورماسيون على ال على ال على كوتي فورماسيون كل شيء في اللي بيم في اللي بيم قلنا وقالت لك في الفويه انا خير لي بيت ولا لي بيم في الفويه عمر فويه كان سمعت كان تعرف بارابور لي بيت نعرف اللي بلاص لي بيم خير لي بيت هي في تونس تاع مفلورين سنتر فيل بلاصتها مش خايبه برشا تاع سنتر فيل اما تاع المنار فيو كامبوس فيها برشا ديفوليي فيها بلوس دوبسيون وزيدو ثابتو اما نورمالمون كيكا زوز باهيين خاطر زوز في العاصمة راه معناتها عندكم اكسيل كل شيء هاي ماثيو اف يو ستيل واتشينغ اي دونت ثينك يو ار بعد لبعضهم زوز اوقف مشكون جاوب زيدا وكان ما مشيتش بريبا شنو تعمل تعمل اللي تحب يا اخي مشيتش بريبا شنو وقتها نخمم في الاركيتكتور انا وقتها اما ليه توا نعرف اللي ليه اوكي والله يجيبوا في بعضهم يعطيكم الصحه يا جماعه
قالك انا حاير نعمل بريبا ولا ليسونس ان انفورماتيك. Good question. باهي, very nice question actually. باهي, الفرق بيناتهم هو عام. It's a one year difference. الحاجة الباهية في عبد يحب يعمل ليسونس طول, سكو هو ديجا يعرف اللي حتى كي مش يعمل بريبارا وبعد مش يعمل انفو. دونك سي كيكان كي سي ديجا سو كي فو, سا سي سوبر. الفرق الوحيد هو انه بون ماهوش الوحيد, هو الفرق ساعة انه باش يعمل اكثر عام كان يحب يعمل انجينيوري في الاخر, دونك باش يعمل 3 سنين ليسونس ولازم يجي من يجي يعمل ان بون دوسيي باش من بعديك يدخل يابليكي به للزيكول, ومن بعد باش يعمل 3 سنين انجينيوري, دونك اون تو باش يقرا 6 سنين. دونك بريبا سي بلو كوندونسي, اقل وقت كان تنجح اقل وقت, حتى كان ما تنجحش تعمل في الاخر 6 سنين. مي تقرا كل شيء. الحاجه الباهيه في انا راه في صحابي اللي قراو معايا جيني وهما يعملوا 3 سنين ليسونس, نحب نحسهم خير مني دون ليسونس اني ديجا عندهم دي بروجي عملوهم في في الانفورماتيك. قراو كان انفورماتيك راهو مش مشاو ماس وما كل شيء, دونك ديجا تحسهم مشارجين بالكدا, نحسهم انا بلو معناها عندهم more knowledge at a certain point. بعديك في الاخر احنا بوبش نقراو نفس الحاجات في 3 سنين اللي بعد, مي هما عندهم knowledge اكثر, فهمت؟ ونتصور ان بلوس كان حتى من بعد ديسيدي عملت 3 سنين وتا با انفي دو فير لانجينيوري, تا الشوا انك ما تعملش تعمل ولا تنجم تخدم طول. وي دونك سا ديبون, كان انت مصممه ولا مصمم وليد بذلي وليد ولا ما نعرف لقب مصمم انك تعمل جيني معناها انجينيوري, دونك تجم توصل بالزوز سنيات باش تكون كوستو اكثر في الانفورماتيك كان تعمل ليسانس وبعد بعد ايكول دانجينيور. كاين تحب اقل وقت ايزي يمشي يعمل في ايزي فما ايزي ظهر لي اي اس اي ظهر لي. كان انت تحب اقل وقت ممكن باش تكون انجينيور وبعديك تتعدل حاجه اخرى في حياتك, دونك بريبا وبعد بعد جيني. به امين حسيلو برومو تي بي اس على عجل, قال لك اعمل تي بي اس فك عليك من الانجينيرينغ. امين بون فهمتك البوان تاعك, سا ديبون واحد شنو يحب يعمل, لما تي بي اس بالحق توا برشا عباد قاعدين يخرجوا منها ويخدموا مطلوبة في الخدمة توا وحتى بتلقى خدمة برا سافا. نسيتش نقول حاجة على حكاية الخدمة خاطر أنا this is what I believe, وما نعرفش اسكو خاطر سا ديبون كل واحد شنو عاش وكيفاش مي جو بونس كو الخدمة لازمكش تكون عبد ديك اللي يقول ما نحب نخدم كان في قرايتي, ما لازمكش تكون مسكر على لي زوبورتونيتي, وانت لازم يو بروف يور سيلف يعني دور وتابليكي حتى مش متاع قرايتك ومن بعد تدخل ومن بعد بشوي بشوي تطلع. معناها مثلا انا من الاول دخلت سيبوغرا وسيبوغ حاجه كاتاستروفيك, راهو عذاب ستريس, يكلمونا ما 3 متاع الصباح نخدموا يعني فريمون سي با لو بونور. من بعد في نفس لونتربريز اي بروفد ماي سيلف, بدلت ولي تيستور, ومن بعد كي عملت ان ميور بروفيل بدلت الكومباني ودخلت از ا ترينر. امين نحب بزنس انالست, دونك قعدت بشوي بشوي حتى وليت بزنس انالست. معناها لازم تكون فليكسيبل مش مسكر, ولازم تابليكي طيش روحك طيش طيش روحك طيش روحك, ما تكونش هكا عندك ما نحبش هكا وما نحبش مش حتى على ريقه. تعرف جبت بوينت عفوا على الاخر, خاطر ما لازمكش تقرر توا شنو تحب تقرا حسب شنو تسمع فما خدم من بعد, خاطر صدقوني فما برشا دي زوبورتونيتي يتبدلوا حسب انت ايش قاعد تعمل. راهو مش كان دبلوم كل باش يدبر لك خدمه, برشا حاجات اخرين يدخلوا. انا تصدقوا باش ياخذ ضحك, انا بون رغم اني خدمتي في الماركتينغ حتى دابيتود كي تبدا عندك ديبلوم ماركتينغ هذاك شنو يفتح هذاك شنو يفتح. اما اللي جاب لي الخدمه هي ذا بلوبس, شافوا التشانل نتاعي, شافوا على كيفاش معناتها انجيج سوشيالي على السوشيال ميديا كل شيء, قال لك لقيناك انت ديجا عندك اكسبيريونس نحبك تطبق نفس الشيء عندنا. دونك ما تعرفوش عليه انت نصور من الاكسبيريونس في البروجيكت مانجمنت في لي اسوسياسيون كل شيء. دونك سي با جوست l'éducation تاعكم, دونك ما تعملوش عليها هذيك كاو مش تقول ديبلومي في الانجينيرينغ ماهوش باش ينفعني في حاجه, ولا ديبلومي في التي بي اس ماهوش باش ينفعني حاجه. صدقوني زوز كان عبد خدام على روحه, ومش حتى خدام ازن محراث في القرايه, لا
كلامي يمشي يعمل تلوج وطاقة وتعب جاكم به إن شاء الله وطاقة وخدمة تحبوا عليهم. أنا هكذا راها وكما أنت قلت بالضبط معنا. وحاجة أخرى جست بوغ دير الخدمة إن فيت أنت كي تقرأ ماكش قاعد تقرأ باش تطبق لي كور لو في ليديوكاسيون لوبجيكتيف منها هي انها تفورمي لك البيرسوناليتي نتاعك تفورمي لك معناتها تخدم لك مخك تعطيك نوليدج ميد اتس جنرال نوليدج ذا ريل نوليدج يو جيت وين يو هاف اكسبيرينس وين يو ابلاي وات يو هاف ريت انا الى حد الان ريت في الديلي بيسس نتاعي مانيش قاعده نستخدم في حد شيء من اللي قريته بخير حلينا والله يا جماعه اللي بنعمل فيه اللي تعلمته على دبلوبس أكثر من اللي طبق فيه من قرايتي. القراية تعرف وشنية تتعلم من القراية؟ you learn how to learn بالرسمية تتعلم كيفاش تخمم وكيفاش تتعلم حاجة أخرى خاطر في البزنس تتعلم أكثر وانتي في الخدمة. كومون تو بخون سات انفورماسيون تعمل منها حاجة أكثر من أنك تطبق اللي قريته. بو ساعات تتذكر اللي قريته تطبق ومش ديما تي totally got a point. حسني قصيت عليك سامحني. لا في شكرا. You got me excited. به قالوا لك كي تقرا بيسي في البريبا بعد في ليكول دانجينيور نقراو نفس البروغرام. سا ديبون شنو هي سبيسياليتي من بعديك تحب تعملها. اما كانش تعمل الانفورماتيك اي معناها مهما كانت الفرق بين لي فيليال في البريبا بي سي بي ام و بي سي و بي تي و ام بي الفرق هو من بعديك الران في الكونكور خاطر انت تي با با تكومباري ا كلكان كي افي لو كونكور نتاع البي تي خاطر سي دو ديفيرون كونكور كومبليتمون فما اصلا حاجات انا نقراهم انت ما تقراهمش كذا اما من بعد الرام تاعك انت والرام تاعي انا باش نحكم في انا ايكول باش ندخلوا مي اون فوا مشينا لهيك ليكول باش نقراو نفس الحاجه معناها ما عادش طبعا مي سيميلير للباك خاطر حتى الباك تاعك صحيح بالضبط لي سيكسيون تاعك والفاز تاعك اكزاكتومون يا اخي باك سيون تعرف شي كان باك سيون يعملوا بريبا ينجموا يعملوا الام بي ولا وكان ينجموا يا اخي صعيب عليهم ولا سافا من قبل بون سالوا لي برشا مرات السؤال هذا ما حس ما نذكر من عند تعرف انت اي تنجم تعمل تجم تعمل ام بي باك سيونس اي ظهر لي جوست السكور نتاعها باش يكون اعلى من من البي سي مي تجم حسب ما نذكر من عند البنات هو دابيتو ديريكتومون باك سيونس باش يعطيهم بي سي مي تو بو يدو لي جمعت الام بي نجم يتعداو البي سي البي سي ما يتعداش ام بي حسب ما نعرف انت تعرف اصحابك تعداو ام بي باك سيونس انا اكثر صحابي جايين من البي تي خاطر ذيك الساخن نتاعي ما نجمو نثبتو فيها لانفورماسيون مي لوجيكمون خاطر جماعة الام بي هما جماعة معناتها والبي سي فيزيكا جماعة الباك ما تتعداو الام بي باهي يا جماعة زيدو ثبت حكيت فيه الموضوع مع أميمة وزادت سألنا نفس السؤال وهذول اللي جاوبنا عليه في الآخر وكيف كيف قبيلة مع شذا نفس السؤال وجاوبنا عليه على الآخر أما شذا حسب ما نتذكر قالت لي بالضبط قالت لي باك ما تتعداو ام بي باك سيونس تتعداو بي سي وكان الام بي ينجمو يتعداو بي سي من بعد حسب ما نتذكر أما زيدوا ثبتوا منها الحكاية فما واحدة سيكسيون باركة معناتها كان الام بي تنجم تتعدى بي سي مش العكس عرفتها زيدوا ثبتوا علاش لي بي مش لي بيت خاطر ديما نلقى أغلبية لي باك مات يبداو في لي بيت باغ كونتخ لي باك تيك يعملو إي بي حتى ما نتفكر السكور متاع لي بي يمكن أعلى كانش أنا حطيتها اللولة راه حتى تحط بالعالي توش تحطها اللولة حط العالي إيه نتصور بالنسبة لباك تكنيك لي بي ما سكورها أعلى من لي بيت دونك هذاك عليها حطيتها ومش معناتها راهي خير يا جماعه مش لفت انا سكورها اعلى معناتها خير مي ات جاست هابنز تو بي لايك ذات بو اذا كنت وقت المونتاليتي نتاعي انا بالتو ان المهم انه الواحد يعمل يحب ينصر فوالا عندك فكره قداش جماعه الليسانس عندهم شانس باش يتعداو من بعد يعملوا انجينيرينج اللي نعرف اللي هو سيت ان كونكورس سور دوسيي دونك لازمك تحضر ان بون دوسيي يكون عندك دو بون نوت معناها مش كي اللي تبدا نوتاتك كي واحد معناتها بالسيف نجحت ومعناتها سي با ايفيدون خاطر فما برشا عباد يقدموا دونك اللي نوتاتو خير دوسي خير هيك اللي باش يتعدى وزاد سا ديبون زاد في انا ايكول قاعده تبليكي نتصور انا اللي الانيت باغ اكزومبل نتصورها سيليكتيف على الاخر على خاطر ديجا من جمعت لي بريبا وما يتعداو كان لي رون تاعهم عالي دونك سا ديبون انت والليكول اللي تابليكي لها مي
كان عبد مغروم بلافو ويحب يعمل انجينيوري وكل شيء يخدم على روحه بالكدا باش يجيب دي نوت بالكدا خاطر الليسانس باش تكون اسهل من البريبا سيغمون. اوكي هاو دالي قالك لي بيت ما فيهاش بيتي هذاك على كان ام بي و بي سي هذاك على العباد تمشي لي بيت لوجيك. باهي محلكم الجماعه اللي قاعدين ينقضوا فينا لهنا باللي زانفورماسيون تاعك. عندك باهي هذا جاوبنا عليه. نجم نعمل برشا نجم نعمل نجم تعمل بليزيوغ ماستر جونغ تعمل ماستر تكمل بعد تصوب في ماستر اخرى بعد سيغمون لي ماستر هكاك راه تعمل ماستر نمبر 1 اما من بعد نتصور دو ماستر وبعد تعمل دكتوراه كي تحب تكمل تقرا مش تعمل اكثر من ماستر. ايوا تديبون علاش انت تعمل في لي ماستر اسكو خاطر كان تحب انت جوست فما دي دومين تحب تدخل لهم بشويه بشويه دونك هاكا تعمل ماستر في هذا وهيكا ما كان انت تحب تدخل لونسينيمون باغ اكزومبل دونك تمشي تعمل بي اتش دي. وما لازمش واحد يخاف من الخدمه معناها خاطر ساعات فما شكون يحب يزيد يقرا خاطر خايف لا يخدم. ما لازمش نخافوا من الخدمه على خاطر الخدمه هذيك هو البروفيل نتاعك وقتاش باش يتبني يبدا يتبني من الجوغ اللي بديت تخدم. فوالا باهي نايس هذا مور لايك فور يو. احكي لنا شويه على البيزنس اناليتكس فور اندستريال انجينيرينج بوم فور اي دونت نو do you know for industrial engineering students how it yes feels? Yes I think I know exactly على خاطر en fait انا قريت معناها بون عملت انجلش سيت من بعديك خدمت سيبور نتاعي خدمته في الاي ار بي دونك خدمت في السبلاي تشين خدمت في السبلاي تشين دونك ام ان ذير انت اندستري على عجله. ومن بعديك هيك كيفاش وليت ا ترينر دونك وليت ا ترينر جو فورم لي زامبلوي سور لي ابليكاسيون او ار بي اللي عندهم في لونتربريز اللي هو ساب سي ار ام اند كاستمر ريليشن شيب مانجمنت. معناتها ذاتس هاو اي ليرنت اباوت سبلاي تشين. I learned it by applying as a support and then by training people about it. And then وقتلي, I got myself that profile, وليت a business analyst. Donc what I do is I gather requirements. معنى قبل ما يبدأوا يخدموا في يبدأ عندهم a problem in the company ولا they want to make the supply chain management more efficient. يحبوا يعملوا une application وإلا يزيدوا a feature نانانان. Donc أنا نسمعهم شنية المشكلة متاحهم نحاول نلقوا a solution مع بعضنا. We brainstorm na na na. وبعديك I gather the requirements. So you need this, you need that. Na na na. معناتها نفهم شنو يحبوا بالضبط. وبعد I create a solution by creating the template, the wireframes, how it would look like, what functionality would have, how it will معناتها how will be the data from behind, what do we need, what would be the primary. معناتها I also use. تستعمل شوية اي تي وكل شيء اسكو سي صح اكزاكتلي بالنسبة لواحد عامل اندستريال انجينيرينغ ولا ساسخا ان بو ديفيرون ساسخا سامحني ما سمعتش الجملة بواحد عامل جيني اندستريال اسكو ساسخا معناك كيف كيف ولا هما بلو بلوتو خاطر انت كومام داخلة برشا في التاك دونك تعرف شي سي سي سيميلير ولا خاطر نعرف هذا يس اتس بزنس انا اناليسيس اما est-ce كيف كيف ولا ما تعرفش فهمت هو يعني انا النوليدج ان سبلاي تشين خديتها وقت اللي خدمت اما العبد هذا باش يكون خداها كيقرا في الاخر وي بوث ويل هاف ذا نوليدج انا ماي بلس ويل بي ذا اي تي سايد اللي هي الاي تي حاجه تتجم تتعلمها اللي هي اتس اولويز ا بلس في البيزنس خاطر وقت اللي مثلا نحكيو على reporting و data وكل شيء it's always easier when you have some SQL knowledge دونك تجم تمشي وتبربش الداتا tool ما كان ما عندكش you still can do the job just معناتها one who has IT it's more efficient that's it. Plus the supply chain impact happens to be in IT فما 50,000 supply chain اخر يا جماعة في حاجات ما همش IT انا وين نخدم هاي فوالا happens to the company تاعك كيك دونك بزنس اناليتكس بالرسمي يا جماعه راه يو هاف نو ايديا قداش اتس بيج فما عباد في الماركتينغ ويعملوا بزنس اناليتكس اما انا جو ديغي انا راني بزنس اناليست مور ذان انا معناتها اي ثينك اناليتكس از مور لايك داتا وايز رايت ماين از مور لايك ريكويرمنتس جاذرينغ سو اتس مور اناليسيس
لولو هو قصاد نفسه لولو جاتني عملت لي هكا يجيني ماما شكون يسات لا باهي تنشوف لكم شكون يسات وتنحاول نجيب الماكسيموم عباد يا جماعه وكان انتم ما تعرفوا شكون جيبون تجي احكيو قال لك بلاصه نتاع لي بيت احسن من البلاصه نتاع لي بين ميرسي انا نعرفو تو هي اللي بون نعرفها لي بيت فين بالحق تعرفونا بلاصه تاع مي كومين خطرها في قلب السنتر فيل باك تكنيك كل واحد شنو لي كريتير نتاعو زاد باك تكنيك تتذكر بون يضلي فما شكون جاوبو ديجا باك تكنيك تتذكر اللي نجم العدوي هاش سي ولا جيك في التوجيه نتاعك هاش سي ما غزرت لهاش الله غالب وقتها مش شي ديدنت ايفن كير كريم هاش سي تنجم تمشي لها بسيكسيون تكنيك يس جود وقريب 5 مينوت اخرين ونسكروا يا جماعه يا اخي السبيسياليتي مختلفين من كل ليكول دانجينيور مع ولا تلقاهم في وحده اكها وي سا ديفير في وحده تلقاهم كيف كيف ما سا ديفير لا تعرفش لي ديفيرونس هكا ميجر وانز زي ما عرفين الحقيقة ما نعرفش الميجر ديفرنسز اللي نعرف اللي كل ليكول باش تعمل مثلا نعرف اللي الجيني الامباركي اللي موجود في ليني كارتاج ما نعرفش ماهوش موجود في لي زيكول الاخرين الكل ما برشا شكون يجيو ليني كارتاج باش يعملوا امباركي اما واحده نذكرها تكستيل موجوده كان في طامستير مش موجوده في حتى بلاصه اخرى منتهى دونك شوفوا انا حاولوا اسالوا وزيد تفرجوا اللي جبناهم وكل من اللي ما جبت باش نعاود شنو ما السبيسياليتي اللي اوموا في اللي عندك انت على الاقل جيني اندو جيمس مش جيني اندوس الانفورماتيك عنا الريزو دونك كانك مغروم بالريزو والا لومباركي والا انا قريت جيني لوجيستيك جيني لوجيستيك سي بلوس هكا فاغ معناها اوسع من الاخرين الاخرين سي سبيسيفيك اخي شنو الفرق ما بين بزنس اناليسس وداتا ساينس داتا ساينتست يغزر للديتا يغزر للنوامر ويخرج منهم دي ديسيزيون يخرج منهم يفهمهم شنو علاش هكاك الداتا وشنو اللي ديسيزيون نجم ناخذوهم منهم علاش صار هكاك البزنس اناليسس اتس مور لايك اندرستاندينغ ذا ريكويرمنتس اوف شنو مثلا عندك ابلكاسيون شنو تحبها تعمل وعلاش انت تحبها تعمل هكيكا وكيفاش تعملها دي لا مانيير لا بلو اوبتيمال افيك لو مينيموم دو كو سي بلوس فروم ذا بزنس سايد ان هاو يو جيت ا سولوشن ان ذا موست ارغونوميك واي وهي الحاجه الباهيه بالنسبه ليا اوموا في البزنس اناليسيس اللي هي افيك اون انتراكسيون ديريكت افيك لو كليون يعني كوميونيكاسيون ديريكت تفهم شنو يحب شنو مشاكله الكل داتا اناليسيس it's you and your laptop معناها انت تغزر ريبورتس and you understand data it's different it's for two different people okay ديجا تنجم تزيدو تشوفوها راهو اون ليني تلقاو لي ريبونس تاع كل شيء تفهمو بالضبط شنو الفرق وكل خاطر it's titles انا باك انفو يحب يقرا في الداتا بيس اسكو فما ليسونس ولا انجينيري سبيسيفيك على الداتا بيس احنا قرينا database يعني قريناها سيكول كل شيء قريناه في وسط السيكل متاعنا بعديك انت of course تجم تتخصص في الحاجة ذيك تمشي تحاول تعمل استاج متاعك في الدومين ذيك ما نتصورش فما سبيسياليتي يعني في الليسانس طول تدخل تقرأ دي بي نتصور واحد لازم يعمل لوجيسيال بعد يتخصصه أمور خدمة يتخصص يحاول يمشي غادي ما نعرفش اسكو فما بروغرام جوست بوغ سا مي surely you'll study it in your ماتفجيني بآخر سؤال من عند كريم بلي قبل ما نسكر مانيش مسكرين انا نستنى فيك نحب نعرف يا اخي نورمال شن نحول من فاك الوحدة اخرى بنفس سبيسياليتي ولا ولا شنو مطلوب وتنصحني بالانفو جيستيون ولا لا قبيله برك حكينا كتحبوا تزيدوا تعرفوا اكثر انفورماسيون على فاس التحويل ما بين لي فاك قبيله انا وشادي حكينا في الموضوع يس تبدا نفس الفاك
اما جوست البلاصه ديفيرون مثلا ايزي نتاع بورصه دريه وايزي نتاع الله اعلم شنو tu peux transférer معناتها تعمل ترانسفير كيما بريبا تنجم تبدل من بريبا مسير بريبا منار تنجم تنقل ما بيناتهم المطلوب تهز دوسيك وتعمل المطلب نتاع تنقيل معناتها اما كان باش تبدل سبيسياليتي معناتها باش تمشي تو من عشان انت كان تقرا في انفورماتيك في حاجه معينه وتحب تو تعمل انفو جيستيون سي كوم اون ريو دونك تولي كيكا تعمل réorientation donc ça va dépendre شنو معرفش بالضبط شنو تحب تعمل وشنو اخر وننصحك بالانفو جيستيون والله كان تحبها ننصحك انا ننصح الناس كل في قاعده حاجه تحبها انفورماتيك دي جيستيون فيها خدمه اما سا ديبون اف يو لايك ات اور نوت انت عندك شي فكره انفورماتيك دي جيستيون حتى انا كيف ننصحهم كان يحبوا الجيستيون ويحبوا الانفو خاطر فما برشا جيستيون في الحكايه جماعه راهو كاستيل يو كان بلاي اراوند وذ نمبرز على الاخر اما جوست اما في فلوس جيستيون انفو اي جيستيون سي سويت بونوك فلا جوكري اما ماهيش هيك شوا على شنو مبني يعني مبني انت شنو تحب وكا كها به يعطيكم الصحة الناس كل اللي حضرتوا معنا برشا عباد تفرجوا إن شاء الله نفعناكم بالماكسيموم نعرف توا مخر في تونس سو يعطيكم الصحة اللي قعدتوا معنا إن شاء الله ميرسي مين يعطيك من وقتك بوز عليا راهو يا جماعة دونك يعطيكم الصحة وإن شاء الله نفعناكم كما قلت لكم غدوة more people are coming حصلوا جمعة موت أنا باش نعديها أما إن شاء الله نحاولوا نفعكم لو ماكسيموم دعي وتخير that's all I ask for وإن شاء الله تختاروا التوجيه اللي تحبوا عليه وكان مازال عندكم أسئلة على التوجيه في حد ذاته تفرجوا في الفيديو مع شاذة وهو باش يجيو أكثر دي بريبا وأكثر متعمتين وفاستيتكم الكل so see you guys and peace oh by the way الكاتوسة هذي she's a photographer but I'll check her out on Instagram عندها تصور هبير حتى أنا حاضرة فيهم by the way إيمان حمداني إيمان حمداني راهو عندها تصور هبلو go check her out و encourage her as much as you can So thank you so much, guys. Good night. Thank you. Bye bye. Bon courage. Bon courage à tout le monde. Bye.